يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه: وإن لوطا لمن المرسلين، نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين؟ نعم، لوط عليه السلام من أنبياء الله، وهو ابن أخي إبراهيم. لوط ابن أخي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، أرسله الله إلى أهل سدوم في الأردن، كانوا والعياذ بالله يرتكبون جريمة شنعة، جريمة اللواط، فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك، أنكر عليهم غاية الإنكار: تذرون ما تأتون الذكران من العالمين، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، وتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فأنكر عليهم غاية الإنكار، فعلهم هذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها حتى البهائم، بهائم ما يعلو الذكر على الذكر منه أبدا، فطرة، لكن هؤلاء انتكست فطرتهم والعياذ بالله، فحصلت منهم هذه الجريمة، وعابوا على لوط وأهله أنهم يتطهرون، اللي ما يفعل هذه الجريمة عندهم يتطهر. سبحان الله، انطقهم الله بالحق أن لوطا عليه السلام وأهله يتطهرون، أخرجوهم من قريتكم، وش ذنبهم؟ إنهم ناس يتطهرون. وهل الذي يتطهر يخرج؟ لكن هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله. يتطهرون يعني عن الجريمة، دل على أن هذه الجريمة نجاسة قذرة. فلما أبوا أن ينتهوا، أرسل الله الملائكة بصور الرجال شباب يعني عليهم الجمال، فتنة لهم. فلما رأوا الملائكة هموا بهم، وحاولوا لوطا عليه السلام أن يتركهم معهم يفعلون بهم، فلوط دافع عنهم: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اتقوا الله ولا تخزون. فلما أصروا على ذلك لطمهم جبريل بجناحه فعميت أبصارهم، خطفت أبصارهم، طمسنا أعينهم. هذا أول العذاب. ثم بعد ذلك صبحهم بكرة عذاب مستقر، لأن رفع الله قراهم إلى أن سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديوكهم، ثم قلبها عليهم، حملهم جبريل على طرف جناحه حتى بلغ بهم عنان السماء، ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل والعياذ بالله. نعم.